قال إنما أذكر ربي وحسني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. باسم من عنت الوجوه لوجهه فهو الكريم يجيب من ناجاه. سجد الجبين لهيبته وركع الراكع لخشيته، دعا الداعي دعاءه يرجو رحمته وجنته إنه الله العلي الكبير اللطيف الخبير القائم على كل نفس بما كسبت والمجازي لها بما عملت. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. خوتنا خوت الإيمان والإسلام، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا المقام القرآني الكبير الذي جمع فأوعى، الذي جمع العملات النادرة من أصحاب الأدب والواجب، السادة عمر ومشايخ البلاد الذين وافدوا لكي يقدموا واجب العزاء إلى أصحاب الأدب والواجب، آل رمضان الكرام الأعلام في ليلة تكريم الكريم الراحل الحج كمال مهدي رمضان رحمة الله عليه. أسأل المولى جل في علاه أن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نظرت إلى السماء وقلت ربي أتيتك تائبا أرجو رضاك، أتيتك خاضعا والقلب يبكي وما لي في الورى رب سواك. يا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إن صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار. هيا بنا نعيش مع آيات من الذكر الحكيم والتي يتلوها على مسامح حضراتكم ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي سليل بيت القرآن الكريم، فضيلة القارئ الشيخ محمد عز. أدعو المولى جل في علاه أن ينزل علينا سحائب القرآن الكريم وتجليات آيات رب العالمين، ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ذكر رحمة ربك عبده زكريا
عليك يا سيدنا. الله يكرمك. Oh.
يا حي يا قيوم.
خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا وَبَعْضُ
وكان
فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاء أهل المخاض إلى جزع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فنادى من تحتها جعل ربك تحتك سريا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. Yeah.
البشر أحدا فقولي والسلام عليك.
ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله رب وربكم فاعبدوه سبحانه إذا قضى صدق الله العظيم.